لكل شعب من الشعوب تراث وموروث خاص به، والشعب الكردي بالتأكيد ورث بعض العادات والتقاليد الخاصة بالأكلات الكردية مثل النانتيري أي خبز الرقاق كما يسمى باللغة العربية، والذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة لدى الكرد ولا يمكن الاستغناء عنه حتى اليوم. أثبتت هذه العجينة من الحنطة أو الشعير وغيرهما أنها تلائم كل أصناف المأكولات تقريباً، من المشويات والمقليات والمسلوقات، وحتى مع الأطباق الثانوية على المائدة كالمقبلات وغيرها. وتوجد اليوم في دول العالم مئات الأنواع والأشكال المختلفة من الخبز بحسب ذوق كل شعب، ولكنك لا تجد في غير مدن كردستان ناني تيري، وهو الخبز الكبير الدائري الرقيق المتيبس. لحد الآن احنا بالسنة 2020، لحد الآن الجيل الجديد عندهم رغبة على الخبز التري، أكثر المواطنين وأكثر الزبائن يحبون هذا الخبز لأن شيء صحي وشيء كردي يعود لأجدادنا وآبائنا. نانتيري أو خبز الرقاق يتميز بمدة صلاحيته الطويلة جداً، وعلاوة على ذلك هو خبز صحي، والطلب عليه يزداد يوماً بعد آخر، وعجينته من الحنطة أو الشعير، وهناك خبز لمرضى السكر، ولم يعد استخدامه مقتصراً على الأرياف فقط، بل فرض وجوده بكثرة في المدن الكبيرة، وافتتحت معامل لإنتاج هذا النوع من الخبز ولكن بأسعار باهظة. نحن نصدر حالياً كميات كبيرة من خبز الرقاق الكردي إلى خارج أقليم كردستان، نصدر إلى أوروبا وبعض الدول العربية. هو بالعادة يفتح الشهية، وخاصة عندما نضيف إلى العجينة الحبة السوداء. الطلب على الخبز الكردي يزيد يوماً بعد آخر. الآن نحن نخبز في معملنا أضعاف، وهذا دليل على إمكانية إحياء التراث طالما الناس يتقبله. احنا عندنا انواع نوع من الخبز التير، عندنا خبز الابيض وعندنا خبز الاسمر وعندنا خبز الشعير. هم الجماعه عندهم السكر، عندهم الضغط، عندهم يعني الدكتور مانع عليه الحنطه يستخدم الشعير. طريقة حفظ خبز الرقاق تكون في جو معتدل نسبياً كي لا يتلف بالحرارة أو البرودة الشديدتين، ولا يحتوي مواداً حافظة أو صودا أو خميرة. تضاف للعجينة الحبة السوداء والحلبة والملح، وهذا النوع من الخبز اليابس يجب رشه بالماء قليلاً قبل تناوله بدقيقة لكي يثلم دون أن ينكسر. أما وقت تحضيره فيستغرق 3 ساعات من العجن والتخمير والخبز ثم التغليف فالبيع أخيراً. الخبز الكردي مفيد جداً للصحة لأن عجينته لا تحتاج للخميرة وتتكون فقط من طحين وماء وملح. نحن ورثناه عن أمهاتنا وجداتنا اللواتي كانوا يقفن على الصاج الذي يحل محل التنور لساعات طويلة لخبز أرغفة مقرونة برائحة الطحين ولا تزيد سمكها عن ملمتر واحد.